السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافتها لزر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. المشكل ديال الفطريات، والفطريات وفصل الصيف دابا ماشي غير المشكل دابا ديال المسابح، ولا دي حتى بالنسبه لهاد الوقيته هذه ديال السخونيه، بالنسبه للناس اللي كيتوضاو كتبقى مع داك الماء وداك الفطريات، وكيبان هاد المشكل ديالهم بين الصباح، كذلك بعض الحكه اللي كتكون في الذات، كذلك البهاق، فهادو كلهم نتيجه الفطريات. علاش؟ لان مع السخونيه الذات ديالنا كتولي كتفرز الافرازات التعرقيه بزاف، وهاد الفطريات الغذاء المفضل ديالهم هي ديك الحموضه اللي كتكون، دوك المواد الحمضيه اللي كتكون في العرق، وكذلك دوك الافرازات، بالتالي كيولي كيبان هاد المشكل هذا. اذا كيفاش نعالجوا هاد المشكل هذا؟ فإلا هضرنا على الفطريات البسيطه، لان الا كان مشكل ديال الفطريات مزمنه بحال دابا في الضفار، بحال دابا الفطريات اللي كتكون في الجلد باينه بزاف، او خاصه الفطريات اللي كتكون في بعض المناطق الحساسه، فهنا ضروري اننا كنمشيو عند الاختصاصي، وضروري كناخذوا بعض الادويه باش كنحيدهم، لان كيكون شاع في الدم ديالنا. والمساعدة هذه فاش كنوصلوا لواحد المرحله اللي كتكون صعيبه، ما عالجناش في الاول ربما بالفعل. وهنا ملي كتكون مساله بسيطه، او كذلك حتى الا كنا كناخذوا الادويه، يمكننا نستعملوا هذه الكريمات اللي كدار كوقايه وكذلك كعلاج لهاد المشاكل ديال الفطريات. فكنقترح الوصفه الاولى اللي كناخذوا فيها زيت الكبريت اللي فيها واحد الفعاليه كبيره، وهنا كناكد زيت الكبريت، ما كناخذوش الكبريت، لان الكبريت ماده سامه، وزيت الكبريت كناخذوا منها فقط معلقه صغيره ديال زيت الكبريت. كناخذوا زيت الثومه جوج معالق كبار، زيت الورد معلقه كبيره، وشمع النحل كناخذوا 4 ديال المعالق كبار. اذا كناخذوا 4 المعالق كبار ديال شمع النحل اللي كنذوبهم في حمام ريم، وكنذوبو حتى كيولي سائل. كنزيدوا ليه معلقه كبيره ديال زيت الكبريت، كنخلطوا مزيان، كنزيدوا جوج معالق كبار ديال زيت الثومه، كنخلطوا مزيان، وكنزيدوا معلقه كبيره ديال زيت الورد. الخليط كامل كنخلطوه، كنديروه يجمد، ملي كيجمد كيعطينا واحد الكريمه. ديك الكريمه من بعد ما كنغسلوا الاماكن اللي عندنا فيها الفطريات بالصابون ديال الحجره والماء سخون، كنشفوا مزيان وكندهنوا هاد الاماكن هادي، كنخليوها مده ديال ساعه وكنحيدوها. كل نهار؟ كل نهار. نعم كل نهار مده ديال ساعه، وكنمسحوها، ما كنغسلوهاش، غير كنمسحوها كنحيدوها بالقطن. هذه كنتكلموا على الفطريات اللي عندنا في الاظافر. في الاظافر في اي منطقه، كنهضروا على البهاك، كنهضروا جميع انواع الفطريات. نعم اذا وصفه شامله. نعم بالنسبه للوصفه الثانيه كناخذوا فيها زيت الخزامه، زيت الزعتر، زيت البرتقال، وزيت الكوكو. اذا زيت الخزامه، زيت الزعتر، زيت البرتقال معلقه كبيره. وربعة المعالق كبار ديال زيت الكوكو. هذا الخليط كامل كندوبوه في حمام مريم، وكنخلطوه مزيان حتى كيتخلط، كنخليوه يجمد. ملي كيجمد هذيك الكريمه كذلك كنديروا نفس الاستعمال، كنغسلوا البلاصه بالصابون ديال الحجره والماء سخون، ومن بعد كنشفوها وكندهنوا فيها البلاصه اللي عندنا فيها هذه المشاكل. هذه غير هو بالنسبه يعني الفطريات، فحتى فاش كنتعرقوا واش العرق ممكن يسبب لنا فطريات في الجسم ديالنا؟ فعلا قلنا ان الفطريات كتغذى لهذه الافرازات التعرقيه. الفطريات كما كنقولوا كتموت على كل ما هو حمضي، وحتى دوك الافرازات الحمضيه اللي عندنا فهما كيتغذوا عليها. إذن كل ما كان عندنا تعرق كل ما كيعطينا هذا المشكل. لاحظتي حتى في الوصفات كندير حتى مواد اللي مضاده للتعرق، بحال دابا في الوصفه الاولى اللي فيها زيت الكبريت، زيت الثومه، زيت الورد، شمع النحل، فكاين زيت الورد. زيت الورد فهو مضاد للتعرق، كما كنعرفوا ان زيت الورد كيتستعمل كاع في الحمامات، كيتستعمل بزاف ديال الحوايج. كذلك في الوصفه الثانيه كاينه زيت الخزامه اللي هي مضاده للفطريات، وفي نفس الوقت انها مضاده للتعرق. وبالنسبه لها مواد اللي هي بالفعل طبيعيه بالفعل. والوصفه الاخيره اللي غادي نعطيوها كذلك، اللي غناخذوا فيها زيت فليو. اذا فليو كما هو مضاد للتعرق ومضاد للفطريات، وكذلك كيعطي واحد الرائحه زوينه للذات ديالنا. اذا زيت فليو، زيت الثومه، وزيت الياسمين. اذا ورد الياسمين اللي عنده كذلك فوائد كبيره في هذا المجال هذا، كمضاد للفطريات، وكذلك كمرطب للبشره، وكذلك انه كيساعدنا حتى دوك التشققات اللي كتكون في البشره اللي كتنتج على هذه المشاكل ديال الفطريات كيعاوننا فيها. اذا زيت فليو، زيت الثومه، زيت الياسمين، معلقه كبيره من كل زيت، كنخلطوهم وكنضيفوهم الخمسه ديال المعالق ديال شمع النحل كبار. اذا خمسه المعالق كبار ديال شمع النحل، كذلك نفس العمليه، خمسه المعالق كبار ديال شمع النحل كندوبوهم في حمام مريم، وكيذوبوا حتى كيولي سائل. كنزيدوا ليه معلقه كبيره ديال فليو، معلقه كبيره ديال زيت الثومه، معلقه كبيره ديال زيت الياسمين. نخلطوا الخليط كامل في حمام مريم حتى كيتخلط ويولي خليط متجانس، نخليوه يبرد، يعني نخويوه في شي بلاصه اللي غنسدوها مثلا، شي وعاء ولا شي حاجه اللي كنخدموا به،
وكنخليوه يبرد. ملي كيبرد كذلك ديك الكريمه كنستعملوها كما استعملنا الكريمات الاولين. نعم. بعد ما نغسلوا المكان اللي عندنا فيه مشكل الفطريات بالصابونه ديال الحجره والماء سخون ونشفوه، كندهنوا الكريمه في هذه البلاصه هذه. نعم. وكنخليوها مده ديال ساعه وكنمسحوها. وهذه الكريمات كلهم كما كنقولوا هذه الوصفات كنستعملوهم مده ديال شهر. ديال شهر وكنحفظهم. مع التاكيد ان دائما كما كنقول البلاصه اللي كتكون كتقيس الفطريات، اذا في حوايجنا الحوايج اللي كانوا الملابس اللي كيقيسوا الفطريات، كنغلي واحد البرمه كبيره ديال الماء كتكون كتغلى فوق البوطه، وكنخشيو فيها دوك الملابس 3-4 ديال المرات فيها باش كنعقموهم. بالنسبه لي عندنا هذا المشكل مثلا في الاحذيه اللي كنلبسوا، يعني في السبرديلات ديالنا او في الصبابط او في لي صندال اللي كنلبسوا، يعني الصندالات اللي كنلبسوا، فهناش كناخذوا داك الكول المعقم اللي كيكون في الصيدليات، كناخذوا القطن وكنمسحوا كاع هذوك الاماكن اللي كن ولا نمسحوها من الداخل كامله باش ما كيبقاوش هاد الفطريات هادي، وباش حتى العدوى ماشي الانسان كيكون كيعالج وكيقول انا كنعالج وداك الشيء عاد ما كيزيد كيتكاثر، لانه ما كيقتلش هذوك المخلفات اللي كتبقى ديال الفطريات. نعم، وهذه المساله مهمه لان الفطريات كيف ما قلنا كيقدروا ينتشروا، يقدروا ينعادوا مثلا بعدنا الافراد في الاسره يقدروا ينعادوا بعضياتهم. نعم بالفعل، لان مثلا وخاصه هذيك العقل كنلقاوها مثلا الاخوه راه كلشي عاش هذه المساله، ملي كيتخادوا الاحذيه مثلا ملي كيكونوا في الرياضه. نعم فاش كيكون الرياضه ولا كيتبدلوا الاحذيه كتلقى الانسان كيتعادى، او مثلا حتى الملابس الا ما تعقماتش مزيان، حيت الغلط اللي كنديروا ان كيسحبنا كل ما هو كيتنظف بالماء والصابون راه كيتعقم. لا، راه كاينين الفطريات اللي كتصبر، كاينين جراثيم اللي كتصبر للصابون، كاينين جراثيم اللي كتصبر للحديده، ولكن الماء المغلى فوق البوطه وكيغني مزيان واحد الدرجه مرتفعه فتقريبا واحد 95% ديال الجراثيم ما كتصبرش ليها، يعني كتموت كتعقم. نعم، هذه مساله. نعم. مهمه. نعم. وكيف ما قلتي اننا كنمسحوا دوك الاحذيه ديالنا بلا الكول بالفعل الطبي اللي كيتباع في لي فارماسي كنمسحوا، كنقدروا نحطوا هذوك الصباب ديالنا في الشميشه تاعهم واحد شويه. نعم. كتزول ديك الريحه ومن بعد كنلبسوهم وحنايا مرتاحين. كاينه مثلا بعض الانواع الفطريات اللي كتكون على شكل اكزيما تخرج. نعم. ما بين الصباع ديال الرجلين ما كيدين. نعم. فواش هي يصلحوا لها هاد بالفعل تصلح لان هادو كلهم امور اللي فيها مشاكل، واصلا غير هي شكل اكزيما، يعني فطريات شبيهه بالاكزيما كما كنقولوا. اما اذا كانت الاكزيما فضروري انه خصو يكون واحد العلاج طبي، علاج طبي ومتابعه وكوصفه طبيه، ان الانسان يحاول يستعمل مواد مرطبه بحال دابا يستعمل الزيت ديال الكوكو فقط يدهنها في ذوك الاماكن، او يستعمل زيت الكوكو مع زيت الخزامه فقط. اذا ياخذ معلقه كبيره من زيت الخزامه وثلاثه المعالق الكبار ديال زيت الكوكو، يذوب الخليط كامل في حمام مريم لان زيت الكوكو قاصحه، يذوب هذا الخليط كامل ويخليه يجمد، منين يجمد ديك الكريمه يولي يدهن بها ديك البلاصه اللي عنده فيها المشكل. نعم، غادي نوصلوا مازال معك دكتور عماد. كاين ايضا بعض الستات اللي كيتشكاو من الفطريات في الشعر ديالهم، لان نعم. من بعض انواع القشره اللي كتكون فطريات وكتكون صعيبه ما كتزوج. نعم. يعني واخا كتغسل كدير شي شامبوان اللي مضاد للقشره ما كتزوج. مرحبا بكم مستمعاتنا، الى يلا التحقتوا بنا دائما على راديو اصوات في حديث ومغزل، مواصلين معكم مستمعاتنا دائما مع الدكتور عماد. لليوم كان تكلمنا الدكتور عماد على وصفه طبيعيه اللي قدمت لينا كيفاش نحاربوا الفطريات اللي من بعد الصيف كتقدر تبان. نعم. في الجسم ديالنا، كتبان في الاظافر ديال الرجلين اولا ديال اليدين. نعم. ولكن حنا هاد الاقنعه اللي عطيتينا ولا هاد الوصفات الطبيعيه كلها تقدرون ديروها، ولكن ملي كتكون واحد المراحل متقدمه ديال الفطريات داك الظفر كنحسوا به ولا كحل. نعم. مابقاش كيكبر، بدا كيطيح كيتفرتت، فهنا خصنا نوصلوا للطبيب لان خصنا ضروري ناخذوا الدواء وناخذوا بزاف الاشياء اللي غادي كيكون وصل للدم. نعم. كيف ما قلتي لينا وسميتو كاين المشكل دابا شناهو، كاين نيت بعض الناس اللي وبعض الاخوات وبعض الاخوان كذلك ملي كيكون عندهم هذه المشكله ديال الفطريات كيبغي واحد العلاج سريع، خاصة الفطريات كنعرفوا حنا من, من 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 المشاكل او من 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 المواد اللي فيها يعني من الجراثيم اللي كتاخذ واحد المدة طويلة في العلاج، لان خصنا ضروري اننا كيفاش نتخلصوا منها. فالفطريات ضروري كيكون واحد العلاج مدة طويلة، وخاصة ملي كيوصل مثلا ذاك الظفر كيخضر، ملي كيوصل ذاك الظفر كيولي كيتقشر وكيتحيد، فهنا ضروري خص بعض الوصفات
اللي كيعطيها الطبيب يعني وصفات اللي دخل فيها نوع من المضادات الفطريات اللي كتصايب في كما كنعرفوا حنايا في مختبرات خاصة واللي كتكون كتعالج واحد كما كنقولوا كتمشي مباشرة لهذاك النوع ديال الفطريات وكتقتلها لأن راه حتى الجراثيم حتى هما راه كائنات حية وتا هما كتكون عندهم واحد الوقاية كيديروها وتا هما كتكون عندهم اون ريزيستونس يعني كيكون عندهم واحد كما كنقولوا واحد التصدي لبعض الأدوية فهنا الطبيب كيعطينا أدوية اللي كتصلح لكل نوع ديال الفطريات فهنا خصنا نردوا لها البال وكاين الأغلبية ديال كيتخادوا أدوية اللي كيمكن لها توصل حتى 6 شهور كيمكن لها توصل حتى العام كاين بعض الأدوية اللي كتمشي حتى 3 سنين ولكن من بعد كتعطي الحمد لله نتيجه والانسان خصو دائما يبقى على صله بالطبيب ديالو في هذه الامور هذه لان دوك الفطريات اللي خلينا حتى شاعت وداعت ويعني وما عالجناش مزيان فكيمكن تعطينا تاثيرات كبيره على الصحه ديالنا وتمشي لنا الذات ديالنا وتعطينا واحد المضاعفات خطيره كبيره. اكيد دكتور عماد قبيله تكلمنا حتى على الفطريات اللي كتقدر تجينا في فروات الراس. نعم. بزاف السيدات كتجي فروات الراس كتجي حتى في الحجبان بعض الخطرات كيستعملوا خل التفاح. فواش صحيه هذه المساله ولا كيشلوا به في الاخر ديال اولا عصير الحامض؟ نعم فعصير الحامض او خل التفاح عصير الحامض حنا دائما كنهضر ان في الوصفات ملي كنديروا عصير الحامض بشرا نتفاداوه بالنسبه لخل التفاح ونديروه في الاخر فبالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه بزاف ولكن اللي عند البشره دهنيه بزاف ولكن اللي عند البشره ناشفه راه الا دارت خل التفاح مورا ما تغسل فغنشف لها البشره نهائيا باقي نقدر نتفق معها الا دهنات بخل التفاح في الاول البلايص اللي عندها فيها القشره تخليه واحد 10 ديال الدقائق ومن بعد تغسل شعرها هنا نتفق انا وياها بالنسبه شنو يمكن نديروا الشعر ديالنا ملي كتكون هذا المشكل ديال الفطريات ولا ما كانش مزمن كما كنقولوا لان الا كان مزمن ضروري خص تدخل طبي وضروري خص تدخل مضادات الفطريات ف كما كنقول غادي ناخذوا الزيت ديال الفليو اللي هضرنا عليها هي جد مفيده لهذا المشكل اذا كناخذوا الزيت ديال الفليو وزيت ديال الخزامه كنخلطوهم معلقه كبيره من كل زيت وكنحكوا بهم البلايص اللي عندنا فيهم المشكل ديال القشره او ديال الفطريات كنخليوها مده ديال ساعه وكنغسلوها كنغسلو الشعر ديالنا نعم كنديروا جوج مرات في الاسبوع ثلاثه مرات في الشهر او مثلا يمكننا ناخذوا الحريق جوج مرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور مده 3 شهور نعم أيه. يمكننا ناخذوا الحريقه الحرشه كذلك الاختي الحريقه الحرشه عندها فوائد كبيره على البشره وفوائد كبيره خاصه على الفروه ديال الراس اذا خاصه ان كاين انواع ديال الشامبوانات المضاد ديال القشره كتدخل في التركيبه ديالهم ولكن كيفاش يستعملوها لان هي شويه كتحرق بالفعل علاش كتحرق لان هي اصلا كيكون فيها واحد الشعيرات اللي كيتحركوا ما كنشوفوهمش هذوك الشعيرات ملي كيقيسوا الانسان كيفرزوا واحد الماده كتعطي الحساسيه اذا ملي كتحيدوا كتيبس كيموتوا دوك الشعيرات لان كيكونوا حيين او ملي كنطبخوها اذا بالنسبه للاخوان مثلا اللي كتكون نابته عندهم خضره يمكننا نحيدوا الحريقه الحرشه ونطبخوها فكنقتلوا هذوك الشعيرات ما كيبقاوش كيتحركوا وداك الماء ديال اللي كتفرز كنستافدوا منه كنشققوا به شعرنا داك الماء وكنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوا الشعر ديالنا الا كان عندنا الحريقه الحرشه يابسه كناخذوا معلقه كبيره منها كنغليوها في كاس كبير ديال الماء ومن بعد ملي كيغلى هذاك الماء كنصفيوه وكنشقوا كذلك بهذاك الماء الشعر ديالنا مده ديال ساعه وكنغسلوه كانت عندنا الزيت فالزيت مباشره كندهنوها في البلايص اللي عندنا فيهم المشكل او من الاحسن ندهنوها على نديروا مثلا معلقه كبيره ديال زيت الحريقه الحرشه معلقه كبيره ديال زيت الزيتون نخلطوهم وندهنوا بهم الجلده ديال شعرنا وشعرنا نخليوهم مده ديال ساعه ونغسلوهم دائما جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3